مباشرة ينضم إلينا المحلل السياسي دكتور أيمن يوسف. دكتور أهلا بك. إذن نتنياهو يعطي فيتو جديد فيما يتعلق بإرسال وفد التفاوض إلى القاهرة يوم غد كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية. تحديدا هل بات نتنياهو واضح بأنه لا يريد أي مفاوضات ويضع العراقيل في كل وقت يقدم فيه مقترح أو إطار جديد؟ نعم أعتقد نعم، يعني نتنياهو يمثل حاليا يعني النرجسية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، ويبدو أن رؤيته هي السائدة في الأيام الأخيرة وفي الأسابيع الأخيرة. أظهر يعني عن جهية وأظهر ثقة أكثر، استطاع يعني احتواء الضغوط الداخلية والضغوط الخارجية، وها هو يعني يسوق لاستمرار المعركة في ظل يعني عدم وجود بدائل. بدأ يدخل حتى على المفاوضات، وبدأ يدخل على التفاصيل، يعني عدد من سيتم إطلاقهم من الجانب يعني الإسرائيلي، أسماءهم ويعني أحكامهم والمرحلة يعني الأولى والمرحلة الثانية، يريد أيضا أسماء من حركة حماس فيما يتعلق بالأسرى الإسرائيليين. كل هذه التفاصيل هذا ليس شغل نتنياهو، هناك وفد يفاوض وهو مكلف بهذا الشيء. وبالتالي عندما ترى المستوى السياسي الذي يمثله نتنياهو يقوم بالتدخل في كل هذه الجزئيات، فهذا يعني إما إنجاح لهذه العملية أو إفشالها، لكن يبدو نتنياهو يسير باتجاه واضح لإفشال هذه العملية من أجل أن يأخذ ربما متسعات جديدة وفضاءات أوسع لاستمرار المعركة في غزة. نعم، لكن على أي سيناريو يبحث نتنياهو في ظل ما نشهده مجازر وتدمير لقطاع غزة حتى أصبح يعني غير مؤهل للحياة الآدمية؟ أنا برأيي نتنياهو يبحث عن سيناريو استمرار المعركة، وسيناريو أن تصل إلى مدينة رفح، لأنه يعتقد أنه أيضا أحد معاقل حماس والمقاومة في قطاع غزة، وبالتالي تكون العملية غير مكتملة من دون أن يصل إلى مدينة رفح، ومن دون أن تصل يعني الدبابات الإسرائيلية وكل ما يرافقها طبعا من جرائم حرب إلى هذه المدينة. وهو يبحث في مرحلة ما بعد رفح، يعني غزة حاليا يعني معركة غزة والإبادة والمعركة التي يقوم بها في قطاع غزة وفرت له متسع كبير لإعادة يعني ربما التعامل مع الملف الفلسطيني ككل. تعرف يعني المفاوضات تقريبا عملية انسداد في مسار المفاوضات منذ أكثر من 15 عام، في هناك مواجهة وهبة الضفة الغربية هذه، وبالتالي هذا لا يمكن أن يستمر. وبالتالي أجل نتنياهو الذي يقوم حكومة اليمين ربما لاستغلال هذه العملية في قطاع غزة من أجل فرض واقع جديد على الفلسطينيين، لا دولة لا استقلال لا هوية وطنية، فرض واقع جديد من خلال استيطان في الضفة الغربية وتدمير قطاع غزة، وبالتالي يعيش الفلسطينيون في كنتونات معزولة. على المدى البعيد ربما سيصبح الفلسطيني يفكر بالهجرة والنزوح، لأن إسرائيل قتلت كل يعني ملاذات الحياة وشرايين الحياة في داخل فلسطين. نعم، من المتوقع أن ترد المقاومة على اتفاق باريس الثاني أو التعديلات التي قد تضيفها على هذا الاتفاق، لكن ما بعد إذا كنا شهدنا اتفاق أو إطار باريس الأول وأضافت المقاومة الفلسطينية عليه بعض التعديلات رفضت إسرائيليا وأمريكيا، وكذلك إطار باريس 2 وهذه التعديلات، ما الخطوة القادمة المتوقعة في ظل هذه المفاوضات وفي ظل الترجيحات التي كانت قد قيلت على لسان بايدن أن الاثنين هذا ومن بعد ذلك نفى الأمر قد تكون الهدنة؟ نعم أعتقد لا مشكلة مع المقاومة، المقاومة بكل أشكالها وأطيافها تظهر مرونة كبيرة تكتيكية استراتيجية من أجل التوصل إلى صفقة أو إلى هدنة حتى وإن كانت قصيرة الأمد. إسرائيل أدخلت مناطق شمال قطاع غزة تحديدا يعني في الشمال أكثر من 600 ألف فلسطيني في مرحلة النزوح والتهجير والتجويع والتعطيش والبحث يعني عن متطلبات الحياة الأساسية. لكن أنا أعتقد في ضوء الانسداد مرة أخرى في عملية التفاوض وفي ضوء تراجع الرئيس بايدن عن تصريحه أن الاثنين القادم سيكون اليوم الذي ستعلن فيه الصفقة أو الهدنة الجديدة، أعتقد أن حماس تحديدا ستتشدد.
أكثر ربما لأنه من غير المنطقي أن تطرح يعني مرونة كبيرة على طاولة التفاوض في حين أن العدو أو الخصم يتشدد، وبالتالي يمكن لحماس أن تلقي الكرة مرة أخرى يعني في ملعب الوسطاء تحديدا القطريين والمصريين. وأنا بعتقد أنه يعني قيادة حماس يمكن أن تعمل نقاشات أوسع مع المصريين والقطريين في الأيام القادمة، ستستمع إلى نصائحهم، لكن يعني مرحلة التأزيم الميداني تفرض حالها بشكل كبير. وأعتقد أنه إحنا رغم هذه الصورة السوداوية لكننا بشكل أو بآخر ربما قريبين إلى هدنة. نعم، الشرط الذي وضع من قبل الاحتلال بماذا يفسر؟ وهو إظهار أسماء الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة شرطا لإرسال أي وفد تفاوضي. يعني أنا برأيي هذا الشرط ربما في بعد يعني شكل أو آخر في بعد تعجيزي، وفي بعد لأنه تاريخيا حماس عندما كانت تعطي أو المقام بشكل عام عندما كانت تعطي أسماء الأسرى الإسرائيليين كان هذا يتم بمقابل، كان يتم الإصرار على أسرى فلسطينيين مقابل الإقرار بوجود والتعريف بأسمائهم، هل هم يعني ما زالوا أحياء أو قتلى أو قتلهم جيش الاحتلال. لذلك يعني إسرائيل تريد أن تتأكد من الأسماء الموجودة لدى حماس من أجل أن تفرض ربما رؤية فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، إن كانوا يعني وازنين أم كانوا مجرد يعني مدنيين أو كبار بالعمر أو فعلا تم قتلهم من قبل جيش الاحتلال. فيها شكل من أشكال يعني المراوغة، وفيها شكل من أشكال التسويق للرأي العام يعني الإسرائيلي. هي بتأخذ كل هذه الأبعاد، لكن أحد هذه الأبعاد ربما هي عملية إفشال أو عملية الدخول على التفاصيل من أجل ربما يعني فركشت كل الموضوع في هذه المرحلة. نتنياهو يحتاج إلى أيام، لكن هل الضغوط الداخلية والخارجية ستفلح بفرض رؤية عليه؟ هذا هو السؤال الكبير. نعم، لماذا تصر الولايات المتحدة على هدنة لمدة 6 أسابيع وخاصة فيما يتعلق بشهر رمضان؟ أنا برأيي بتعرف قضية رمضان حساسة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الجاليات العربية والإسلامية جزء منها يصوت للحزب الديمقراطي، وفي هناك عادي أن يتم استضافتهم حتى في البيت الأبيض، يعني قادة الجالية العربية والإسلامية وشيوخة وفقهاء يتم استضافهم في يوم رمضاني كبير. بتعرف الانتخابات التمهيدية التي تمت في ولاية ميشيغان وهي ولاية متأرجحة تماما، أكثر من 60,000 من أنصار الحزب الديمقراطي أظهروا أنهم غير ملتزمين وغير يعني جادين فيما يتعلق بحملة بايدن، وبالتالي في هناك ضغوط داخلية على إدارة بايدن في زمن الانتخابات. هذا العام هو عام الانتخابات، ويبدو أن 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 ترامب يتقدم، ما زال يتقدم بشكل واضح على بايدن. كل هذه الحسابات إضافة أن هناك رؤية أمريكية، ومن أجل احتواء أي جهد في مجلس الأمن، أمريكا لا تريد تدويل الصراع، أمريكا لا تريد لعنجهية نتنياهو أن تنتصر بهذا الشكل، لكن يعني ما زالت أدوات التأثير بيد الإدارة الأمريكية أنا برأيي يعني لا تستخدمها بالشكل الكافي لفرض رؤية أمريكية واضحة يعني على المعركة وعلى صناعة الهدنة وصناعة الحدث في هذه المرحلة. أثرت موضوع الانتخابات دكتور، يعني هدنة مدة قصيرة، مدة 6 أسابيع، لن تفيد بايدن في حملته الانتخابية في ظل التضرر الكبير، هذا ما قالته أو قاله بعض الأشخاص في حملته الانتخابية. هل يضحي فعليا الديمقراطيون بهذه الانتخابات في سبيل الدعم واللامحدود لدولة الاحتلال في هذا الشكل؟ هلا هنا في مسارين مهمين. المسار الأول، ترجح الإدارة الأمريكية أن الهدنة الإنسانية أو المرحلة الأولى ستقود إلى مرحلة ثانية، لأنه عندما يتوقف القتال أو يعني العنف من جانب دولة الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين لمدة 6 أسابيع أو 42 يوم، هذا يعني أنه ربما عقيدة الجيش الإسرائيلي أو ربما يعني عقيدته القتالية ستتراجع شيء نوعا ما، ستخلق حقائق جديدة، وبالتالي يمكن فرض رؤية جديدة على إسرائيل من أجل الاستمرار في المرحلة الثانية. والعامل الآخر أنا برأيي هو يعني عامل داخلي في بعد تسويقي لقواعد الحزب الديمقراطي، أن الإدارة الديمقراطية يعني تسعى وهي تقوم بعملية إنزال غذاء في بيت لاهيا وفي بيت حانون، وأنها تحاول أن تضغط على إسرائيل وأنها تقود مسار تفاوضي مع المصريين والقطريين للوصول إلى هدنة أو إلى صفقة في هذا يعني في هذا الوقت. أود أن أشكرك دكتور أيمن يوسف المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.